عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده هنلعب بروب هانت بس في لعبه ويتشد. مؤخرا لقيت كذا حد كان عمال بيتكلم اسماعيل يلعب ويتشد وبتاع مش عارف ايه، واللعبه عايز اقول لكم ان هي لعبه مسخره جدا يعني يا جدعان يعني، واللعبه دي ممتعه جدا في مساله البروب هانت. المفروض ان هم عملوا تحديث ونزلوا وعملوا مواد جديده وعملوا شويه حاجات لطيفه وبتاع. في الاول انت بتختار السيرفرات، دلوقتي انا ممكن اعمل كويك ماتش. فعاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ انا اسماعيل واهلا بكم في هذه القناه العجيبه. المبادئ دي جديده. الو يا اخوانا، ايه ده؟ ايه ده؟ احنا الهانتر؟ لا اله الا الله، ده ايه المبا دي؟ احنا لو وقعنا متنا تقريبا ولا ايه؟ بابا في حد اهو، في حد اهو، خد يلا. ايه ده؟ الو؟ ايه ده؟ مش انا اللي قتلته؟ يا عم انا كنت خلاص بقتله ولا انا اتزنقت يا اللعبه شكلها حلو قوي، اللعبه شكلها جميل جدا. الناس اللي مش فاهمه اللعبه هنا عامل ازاي، لو انت الهانتر بيبقى ليك معاك ابيلتي، فاحنا معانا الفرخه الجميله جدا دي، لو رميناها وديتنا علامه ضعف خد يلا خد يلا خد يلا. في واحد اهو، في واحد بابا. ها؟ مات صح؟ فاحنا بيبقى معانا ابيلتي، يعني مثلا ده الفرخه معانا مثلا البتاع الهوك الجميل جدا ده، هو ده اللي بيقربنا منهم، والفرخه الجميله جدا في ناس مريحه تحت تقريبا حاجه زي كده. في واحد عمال بيتضرب فوق اهو. انا وقعت تحت. يوهو ليتس جو. حلوه المنطقه دي. خلاص بقى، خلاص ولا فالموضوع كده، لا اما تبقى هانتر لا اما تبقى الويتشز. تمام؟ ايه ده؟ انا اتعمل لي تليبورت تقريبا حاجه زي كده. ايه يا رجاله عاملين ايه الاخبار؟ يوهو الويتشز وين؟ شكرا احنا ريحنا. جميله اللعبه ماشي. انا اللمبه الجميله دي هتضرب دلوقتي هريح، بس ممكن نطلع عفاريت. عفريت في وشه كده، عارف انت؟ اهرب انا من المنطقه. في ايه؟ في واحد جاي هناك. قرب ايه اللي بيتشات يا عم انت؟ الو هو ايه؟ انا دوست على ايه طيب؟ ولا عمل ايه في يومه ده؟ انا كوره، ايه المنظر ده؟ المبا شكلها حلو قوي، المبا شكلها جميل جدا. السلام عليكم. خد يلا خد يلا. الواد مات، الواد مات يا عيني، الواد اتبهدل. اكتر حاجه عارف انت تاخد معلوماتك من فرخه. تخيل بقى، افتكر العيال تحت. ايه ده؟ ايه ده؟ الو؟ الو؟ هاي يا جماعه الاخبار عاملين ايه؟ ايه الدنيا هنا فيها ايه؟ ارمي اي فرخه في اي حته؟ اهو خد. ولا الو؟ خد ولا خد يلا. الو بس غير نفسه. الو يا عم انت الواد يخرب بيت الضحك. ايه الكوره دي؟ شفت المبا دي حلاوتها في كده، انت كويتشر تبقى تستخبى تبقى الدنيا ظريفه. الويتشز كسبوا يا عم، يخرب بيت الضحك. ويتشز نايس. المشكله بقى ايه؟ استنى بقى، ليفت كليك. ايوه احنا كده نستخبى على هيئه كتاب بس كده وريح دماغك. عايزين حته بقى جميله نستخبى فيها. بس بقى شو؟ ايوه ما ينفعش. ايوه اصل الابيلتي بتاعتنا ايه؟ ايه ده؟ انا ممكن اضرب عليهم حاجات. ده هو انا بطلع له على هيئه عفريت وهو بيضربني. الو انا الاتش بي 10 يعني. ده انا لسه ما كملتش. انا الاتش بي 10 قفا. الواد نزل عليا بطتني. ماشي احنا بقينا هانتر الحمد لله. واحد نزل علينا بطتنا يعني عارف انت، جبنا الارض عارف، احنا تحولنا الى هانتر. في واحد بص هنا، في واحد بص هنا. فين يا فرخه؟ استنى فرخه، قولي اي حاجه، قولي اي معلومات. اوكي طيب فرخه طلعت هبله تقريبا حاجه زي ايه ده. فوزنا. ما هذا الضحك. احنا المرة دي معانا ابيلتي جامدة جدا. هننزل. ننزل نبطط. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. في اي حد هنا في المنطقة؟ اوكي في حد غير. مات. انا موته وانا بتضرب. اوكي الابيلتي دي حلوة. خد يلا خد يلا.
با با نزلت عليه بطاطو. ايه بتاتو دي؟ ايه الكلام فيها؟ ارمي الفرخه بتاعتنا الجميله الخباصه الجميله جدا. شايف اي حاجه هنا في المنطقه؟ ها رد عليا. بص هي بتديك علامه اي تعرف ان انت في السليم. لا الموضوع مريب. لو واحد بس كده فاضل دقيقه 20 ثانيه فهو يعني اعتقد ممكن نجيبه. بس الواد واضح ان هو مستخبي في حته بنت لذينه ولا ايه؟ ارمي فرخه هنا. سكان الاريا. احنا بنعمل سكان الاريا بالفرخه. يا فرخه قولي اي حاجه طيب ولا بتاع. مش في الدماغ. مع نفسها. اوه لا اوه الو وات ده جامد جدا. صدق موضوع الهانتر ده جامد جدا يا عم. الكره دي ما بتعملش حاجه. انا افتكرت ان هي بتدوس الواد وتبهدله تقريبا. طلعت لا الواد اهو. الو كان في حد هنا اهو. الواد بهدل ما علينا. تصدق ان انت تبقى هانتر في اللعبه دي جامد جدا بالذات بالابيليتي اللطيفه دي. ايه ده في بيتزا هنا اهي. اهو اوكي. ايه ده؟ ايه المنظر؟ اتبهدلت يا عيني. ايه يا عم ايه يا عم الضحك ده؟ ما علينا. المابا دي حلوه قوي. المابا دي جامده جدا. الو ايه ده فيها؟ ايه البتاع ده؟ ده ينفع اخش جوه؟ ده ينفع. ده بيت وحاجات وعيشه. اوبا ويتشز يا معلم. ويتشز يا معلم. خلينا هنا احنا 40 اتش بي. في حد جنبي يا رو. المفروض البتاع اللي انا العفريت اللي انا بطلعه ده بيضرب في وشه. مش كده انت كمان ما بتعرفش زمايلك فين. في واحد هناك اهو. واحد هناك عمال بيتحرك. في واحد جنبي هنا مرمي جنبي. في زميلنا عمال بيعمل تشينج كل شويه وغالبا احنا هنريح تقريبا حاجه زي كده. فاضل دقيقتين 33 ثانيه. لا انا مش هتحرك من المكان هنا. هم اغبياء عارف. واحد ينزل عليك يبططك دلوقتي. شكرا. انا عايز اقول لكم ان هنا بردك يعني الاماكن ان انت تستخبى. الواد ده بيرمي ده في كل ده. تحس ان هو مركب ال ام جي في ايده. قرب قرب قرب. امشي يا فرخ. اوكي الحمد لله اختفت. السلام عليكم. لا 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 يا متهور. لا يخرب بيتك. اوه بو بو. لا يا بتعمل ايه انت؟ انا عامل سويتش يا عم على حاجه ثانيه. يخرب بيت كده حبيبي. بص بقى المشكله انت هنخسر دلوقتي. انا عملت سويتش مع العيال عشان نخسر. فين الواد اللي كان واقف جنبي؟ خد يلا. فين الواد اللي كان مستخبي؟ انا كنت مستخبي فين اصلا؟ انا مش فاكر اصلا انا كنت مستخبي فين. احنا هنا التجمع. هنا التجمع العائلي هنا. في الواد مستخبي هنا اهو. بص الفراخ عامله ايه؟ فين؟ اهو تقريبا ده. ده ولا ايه؟ انا عمال اتزحلق. انا عمال اتزحلق. يخرب بيت كده. خسرنا صح؟ ده انا عملت رمت صح؟ قتلناه في الاخر خالص. اهو مجانين ولا ايه يا عم انت؟ المبة دي جامده جدا. المبة دي شكلها حلو. وضع ان انا هننبسط هنا في الحته دي. موزه؟ انا اتحول لموزه. يخرب بيتك. ولا ايه ده؟ في لوحه هنا. ما ينفعش تحول للو. ما علينا. خلينا نتحرك مع نفسينا. خلينا نتمشى في المابا شويه نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. لا بس المابا حلوه. المابا دي حلوه. انا ما عنديش اي فكره. بو 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 رشيد بو 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 زميلي بيجري اهو. ما علينا. ده عملت سويتش لكذا حاجه. 33 اتش بي. ليه يا عم؟ ليه انا اتزنقت؟ انا اتزنقت يا اسطى.
انا وانا اتش بي صفايه الضحك يا عم. يا دي النيله السوداء رجعنا هنخسر. ايه يا رجاله عاملين ايه؟ ايه الاخبار عاملين ايه؟ مفيش اي حد هنا طيب يديني اي بوينتس باي حاجه. امبابه جامده جدا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا ابني؟ بس يا حبيبي بس يا بابا. وينزل بقى هوبا سلام بقى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. فاضل قد ايه؟ فاضل اربعه. يا دي النيله السوداء. انا برجع عشان اخسر مع العيال. مين ايه ده؟ خد يلا خد يلا. ايه يا ولا في اللعبه دي؟ مريبه جدا. في حد فوق هنا طيب؟ كان بهدلوا حد هنا. انا نزلت اهو الواد مات يا عيني. يوهو نهار ابيض نهار ابيض. لو كان في حد استلقى هذا الضحك يخرب بيت الضحك. سبعه الضحك يا عم. خليه واقف لحد هنا. اللعبه مسخره يا جدعان. فعملا يعني يا رب عجبكم العاب الفيديو. هنشوف فيديوهات ثانيه من العاب مختلفه او من بروب هانت. لو عندكم العاب بتاعت بروب هانت ولا اي حاجه بكتبوا لي ده في الكومنتات ممكن نبقى نجربها بعد كده يعني. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.